بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منهج إدارة الجودة الشاملة الوحدة الثانية. نتكلم الآن عن مؤشرات الأداء الرئيسية هي الكي بي آي. هي الكي بي آي هي أداة لقياس ذات أهمية بالغة لمؤشرات الأداء الرئيسية في منظمة أو شركة، وهذه المؤشرات توفر معلومات حيوية عن مدى تحقيق الفعالية للكي بي آيز والأهداف الاستراتيجية والتنظيمية والتشغيلية للمنظمة. إن فهم وتطبيق يمكن أن يساعد فهم وتطبيق الكي بي آيز يمكن أن يساعد في المنظمات على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحديد وتحسين أدائها على جميع المستويات. فلو قلنا أهمية استخدام هذه المؤشرات مؤشرات الأداء الرئيسية كي بي آي، فحتكون على التركيز على الأولويات الاستراتيجية، قياس الأداء والتقدم، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحفيز الأداء والمساعدة. فتساعد التركيز على الأولويات تساعد في تحديد الأهداف والأولويات وتحديد الأولويات على أكثر أهمية للمنظمة وتركيز الجهود والموارد التي فيها. قياس الأداء والتقدم الكي بي آيز توفر معلومات أسبوعية عن مدى التقدم في تحقيق هذه الأهداف، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة. أيضا الكي بي آيز في تحسين الكفاءة التشغيلية تمكن المنظمات من تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتركيز الجهود عليها. ايضا نتكلم عن الكي بي ايز في تحفيز الاداء والمساءله، فهي تضع معايير واضحه للاداء المتوقع مما يعزز المساءله والشفافيه في المنظمه. هناك انواع مؤشرات للاداء الرئيسيه، هي مؤشرات الاداء المالي ومؤشرات الاداء التشغيلي ومؤشرات الاداء الاستراتيجي. فتركز على قياس الأداء المالي للمنظمة مثل الربحية والسيولة والتدفقات النقدية، وأيضا تركز على قياس الكفاءة والفعالية التشغيلية مثل الإنتاجية والجودة والوقت، وأيضا تركز على قياس تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة مثل الحصة السوقية والنمو والابتكار. نأتي الآن لخطوات تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية. عندنا 4 خطوات: تحديد الأهداف الاستراتيجية، تحديد المقاييس المناسبة، وتحديد مصادر البيانات، وأخيرا وضع الأهداف قابلة للقياس. فلو قلنا فهم الاستراتيجية للمنظمة ترجمتها إلى مؤشرات قابلة للقياس مع اختيار مؤشرات الأداء التي تعكس بشكل دقيق تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وبعد ذلك يتم تحديد المصادر الموثوقة للبيانات التي تستخدم في قياس مؤشرات الأداء، وأخيرا تحديد قيم هدف واضح ومحدد لكل مؤشر أداء رئيسي. أيضا هناك معايير في اختيار مؤشرات الأداء الرئيسية الفعالة، فهي تكون ذات صلة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق ومحددة زمنيا. فإذا قلنا ذات صلة، فهي المؤشرات ترتبط بشكل مباشر بالأهداف الاستراتيجية، فلها صلة مباشرة بالأهداف الاستراتيجية للمنظمة، أن تكون محددة وقابلة للقياس بشكل موضوعي. أيضا أهداف المرتبطة بالمؤشرات يجب أن تكون واقعية وأن تكون قابلة للتحقق، وأيضا أن تحدد بإطار زمني واضح لتحقيق الأهداف المرتبطة بها. تحديد الأهداف والغايات لمؤشرات الأداء الرئيسية، فهي تحليل الوضع الحالي ووضع أهداف محددة وتحديد غايات واقعية. فدرس الأداء الحالي ندرس الآن الوضع الحالي للمنظمة واستخدام البيانات التاريخية لتحديد النقاط التي تحتاج دائما إلى تحسين، مع ترجمة هذه الأهداف الاستراتيجية إلى أهداف قابلة للقياس لكل مؤشر أداء رئيسي. أيضا وضع أهداف تحفيزية ولكن تكون واقعية وتكون قابلة للتحقيق من خلال إطار زمني واحد. لو قلنا مراقبة وتحليل مؤشرات هذا الأداء الرئيسية، فعندنا 4 أشياء، وهي التقارير الدورية، لوحة المؤشرات، والتحليل المستمر، والتغذية الراجعة. فلوحة المؤشرات تستخدم لعرض البيانات بطريقة بصرية وسهلة الفهم.
أما إعداد التقارير الدورية تتضمن قياس أداء المؤشرات وتحليلات متعمقة. التحليل المستمر وهو دراسة وتحليل البيانات بشكل مستمر لفهم الاتجاهات وتحديد مجالات التحسين. وفي التغذية الراجعة ومشاركة نتائج المؤشرات مع الموظفين وطلب آرائهم للتحسين المستمر. ننتقل الآن على أمثلة على هذه المؤشرات في الأداء الرئيسية فيما يلي بعض الأمثلة. 1- المبيعات، فلو أن حجم المبيعات وإرادة المبيعات وعدد العملاء الجدد. طيب الثاني وهو التسويق، هو عدد الزيارات إلى المواقع الإلكتروني إلى الموقع الإلكتروني ومعدل التحويل وتكلفة اكتساب العميل. خدمة العملاء وهي رضا العملاء ووقت الاستجابة للاستفسارات ومعدل حل المشكلات. أما الموارد البشرية وهي معدل دوران الموظف ورضا الموظفين وأداء الموظفين. المالية فهي إيرادات وأرباح وتكاليف وعائد على هذا الاستثمار. شكرا لكم.